c'est haut. C'est haut, s'il vous plaît. Le whisky 6 réclame, parce que le satellite, il y a l'équipage qui attend. Hein. S'il vous plaît. Merci bien. Merci. Au revoir. الطائرة على وشك الإقلاع، لا يزال أحد المسافرين متأخرا. تقوم مضيفة الطيران هذه بمناداته. إذا تم غلق الأبواب فحتما لا يمكنه الركوب. أكيد عرفتم أين نحن الآن، إنه المطار الدولي هواري بومدين، أكبر مطارات الجزائر. ستة ملايين مسافر يمرون عبر هذه الأبواب سنوياً. مثل هذه الأمور أصبحت اعتيادية لدى طاقم الطيران هذا. العمل هنا يتطلب دقة كبيرة. سنجوب في رحلة عبر هذا المطار. سنرافق طواقم شركة الطيران الجزائرية وسنبدأ من هنا في البهو رقم 2 بمطار هواري بومدين، أين توفر شركة الخطوط الجوية الجزائرية 12 شباكا لتسجيل المسافرين والأمتعة. كمال منير العماري مدير العملية الأرضية هنا بالمطار يشرف على كل صغيرة وكبيرة. التقينا به وهو يتفقد الطاقم العامل اليوم. التأكد من سلامة وصحة وثائق المسافرين أمر ضروري قبل كل رحلة. des agents au niveau des guidelines des agents pour orienter le passager. Ensuite, le passager va directement au niveau des guichets d'enregistrement. Il se présente là-bas. Ensuite, on a mis un dispositif au niveau de la police des agents pour orienter les passagers. Plus au niveau des salles d'embarquement des agents avec des gilets orange pour l'orientation des passagers vers les portes d'embarquement. يتوجه المسافرون إلى أحد هذه الشبابيك لتسجيل أنفسهم. تعمل هذه المضيفة هنا كل عطلة صيف. هي طالبة جامعية، غير أنها في عامها الثالث اعتادت على كثافة الزبائن في المطار. نخرجوا لهم لي كارت تاكسي ونرجستريو لهم لي باجاج تاعهم. دي فوا نطيحوا في دي باساجي شويه ما يتقبلوش، زعما كي شويه نبطاو عليهم باسكو انا نتعلموا ما شغل ما يسعفوناش. يا لي ريسبونسابل كي سون فيجي او نيفو دو سيت زون لا، دونك دي كان اجون a un problème avec un passager, son billet n'est pas validé ou la haja, il y a le responsable, c'est à lui devant le chef d'escale, un chef de groupe, un chef d'escale adjoint pour prendre rapidement en charge le problème et de voir le problème exactement où il se trouve sur son billet. Ou sinon, il n'y a aucune raison باش يتقلق ولا واسمو au niveau des guichets. بعد التسجيل يصعد المسافرون إلى الطابق العلوي لإتمام الإجراءات وركوب الطائرة ويتركون أمتعتهم في الشبابيك. تحجز مكانا لها كذلك. سيلتقون بها في مطار وجهتهم بدولة الوصول. هنا قصة أخرى كذلك. في هذا الوقت يتم تجهيز طائرة للرحلة. ستغادر المطار بعد نحو ساعة من الآن. وجهتها مطار شارل دوغول بالعاصمة الفرنسية باريس.
يقوم هؤلاء بتزويد الطائرة بالطاقة اللازمة، كهرباء، هواء الإطارات، الكيروسين، ووجبات المسافرين في طريقها كذلك. كل مسافر من هؤلاء لابد أن يمر من هذا المكان، إنه الوكالة التجارية للخطوط الجوية الجزائرية. حجز الأماكن وشراء التذاكر يتم عبر أحد هذه الشبابيك. صوفيان مسؤول الفريق بوكالة المطار الدولي هو ريبو مدين، يعمل هنا منذ 11 سنة، يتحلى بالرصانة والخبرة ويشرف على طاقم شاب يتعامل مع مئات الزبائن يوميا. نخدم من السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، عندي مسؤول على 8 أعوان. كما يخفى لك قلت لك عندنا احنا من 6 تاع الصباح 6 تاع العشيه رانا نخدموا، طياره ما تسناش، لازم كلش اطون، كلش في الوقت. هذه هي عندنا نواجهوا مشاكل يوميه خاصه في الويكاند، عندك الباركينغ، عندك اسمه من طبيعه الحال يكونوا بزاف الغاشي، وحنا نديروا قد المستطاع باش نجوزوا. يبدو أن هناك مشكلة، أحد المسافرين لم يجد تذكرته رغم حجزه مسبقاً، المقاعد كلها محجوزة. كاين واحد فقد بلاصتو عن طريق الخطأ، كاين عنده لازم يطلع اضطراري في آخر دقيقة وما لازمش يسنى ولازم تكلفوا به. يقومون بالبحث في القوائم، الحجز إلكتروني، أكيد أن خللاً ما وقع هنا. طبيعة العمل احنا كل يوم جديد، وجوه جديدة، وكما ما يخفالكش بلي كاين هنا تعرف طيارات ما تسناش. توفر هذه الوكالة التذاكر للمسافرين عبر طائرات الخطوط الجوية الجزائرية لمختلف الوجهات في العالم. كل حجز مسبق يستفيد صاحبه من تخفيض. عبر النت يدير ريزرفاسيون تاعو، يجيب لك الكود، يجيب لك وحنا نديروا له البي ومكان، وكاين اللي يجي يحوس باش يدي اسعار مخفضة، يجي قبل الوقت، يجي مكان قبل الوقت ونديروا له ريزرفاسيون تاعو على حسب طلب تاعو. لقد تم حل المشكلة، بعد فحص القوائم في الحاسوب تبين أن هذا الزبون حجز فعلا وسيسافر في اليوم الموالي على طائرة الخطوط الجوية الجزائرية. كما شفتوا الزبون هذا كان عندنا نحاولوا المكان تاعو عن طريق الخطأ في وكالة أخرى، وبعد احنا اتصلنا بالمعنيين بالأمر، رجعنا له الأماكن تاعو والحمد لله راحوا ما كان فيه، تكفلنا بالمشكلة. خلف الشبابيك يوجد هذا المكان، وفي الكواليس تحدث عدة عمليات، كل حقيبة يتم تسجيلها تمر عبر هذا البساط المتحرك، وبطريقة آلية تدخل الجهاز الكاشف. مصطفى رئيس مصلحة الأمن الداخلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، يعمل هنا منذ سنوات ويشرف على أمن وسلامة الأمتعة من هذا المكان وإلى غاية تعبئتها بالطائرة.
الحاجه اللي ملهيها يلحق المسافر باش يسجل الامتعه ديالو. اون فوا الامتعه مسجله والامتعه نديروا لهم التيكي ديالها يخرج هنا في الطابي، يخرج هنا في الطابي يتبعوا الطابي هذا حتى يجوزوا في سكانر. كي تلحق الامتعه الخرجه للطابي عندنا رجل امن داخلي للخطوط الجويه اللي الخدمه ديالو هو ياكد باللي الامتعه جازت على واش نقولوا سكانر. يشرف على عملية المعاينة بالجهاز الكاشف أعوان الشرطة والجمارك في الوقت ذاته. على الأمتعة يدخلوا منها ويعودوا يخرجوا من الجهة اللي مليه ويروحوا للطابي، وعندنا الجمارك والشرطة هما يتهموا بهذا السكانر هذا، هما اللي يقراوه، هما راهي على المسؤولية ديالهم باش الأمتعة تكون مؤمنة قبل ما تطلع في الطائرة. تمر الأمتعة المقبولة عبر البساط المتحرك لشحنها في حاويات خاصة، أما الحقائب المشبوهة فتخرج أوتوماتيكيا من هذه الجهة. احنا عندنا أمثلة وين الأمتعة ما قراوهمش سكانر، ما قراوهمش خرجوا لهنا يعني. دوك عندنا الشرطة ولا الجمارك يعاودوا يرفدوا هذه الأمتعة هذه ويعاودوا يجوزوها في سكانر. كي يقراوهم سكانر مليح يخرجوا ديريكت للطابي. وربما الشرطه ولا الجمارك شاكين بحاجه راهي داخل هنا، ناديو صاحبو هاد الامتعه هادي، عندنا دي تيكي وين كان نيميرو اسم تاع لو باساجي تاع المسافر، نعيطوا له ويجي المسافر يحضر قبل ما نحلو هاد الامتعه ديالو. هادي تدخل في ضمانات امتعه المسافر وضمانات الطائره. فوالا عندنا نوتر اكزومبل. يقوم عون الامن هذا بوضع لصقات تؤكد مرور الامتعه عبر اجراءات الامن والسلامه، ما يسمح بنقلها لتشحن في الطائره. فهنا شوفوا الامتعه تاع المسافر تخرج في الطابي رولون، وين عندنا رجل الامن تاعنا راهو متاكد باللي الامتعه جات في سكانر، يحط لها سكون ابل ليتيكات دو سيغتي باش كونفيرمي باللي لو باجاج جات في سكانر. والخدامين اللي راهم هنايا تاع الخطوط الجويه تاعنا كي يلحق الباجاج عند الطياره التيكي هذاك ياكد له باللي الامتعه راهي بامان خاطش عندهم ليتيكات دو سيكوريتي. هذه العمليات وأخرى يشرف عليها هذا الرجل، إنه نور الدين جبيرية المسؤول الأول على أمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية. مسؤوليته كبيرة، وإن كان يبدي ارتياحه فهو يفكر في أمن أكثر من 60 طائرة تجوب مختلف بقاع العالم. المهمة الأساسية لمديرية الأمن هي حماية الطائرات من أن يكون على متنها أي شيء من شأنه المساس بأمن المسافرين أو وسائل النقل نتاعنا. وفي هذا المجال في التعاون مع أجهزة الشرطة وأجهزة الجمارك تعاون وطيد ومتكامل، بحيث كل واحد منا يقوم في المجال الاختصاص نتاعو بالمهمة نتاعو، وهذا مما أدى إلى حماية طائرتنا إلى حد الآن، وإن شاء الله تستمر هذه الوضعية على حالها. تأمين المسافرين والطائرات مسؤولية كبيرة تتقاسمها مختلف الهيئات هنا بالمطار. جميع الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال أمن الطائرة، بما في ذلك حماية الأمتعة، حماية أجهزة التموين، حماية البضائع والشحن، حماية المسافرين موازاة مع أفراد الشرطة وأفراد الجمارك، وحماية الطيران أثناء تواجدها فوق المدرجات.
كل مطار تحط فيه طائرة شركته يكون أمنها تحت مسؤوليته، يتوجب عليه توفير كل الإجراءات لتأمين الطائرات من أي اعتداء. لدينا ما يقارب أو ما يفوق 500 عون أمن يقومون بهذه المهمة لحماية الطائرات فوق المدرجات الوطنية. أما على المستوى الدولي فيقوم التنسيق مع شركة أجنبية مختصة في هذا المجال وإجرام عقود معها للقيام بحماية طائراتنا نظرا للأحداث الأخيرة التي تجري في العالم على مستوى المطارات وما يخص الطائرات والاختطاف وما شابه ذلك. نقل الأمتعة إلى الطائرة ليس بالأمر السهل، فإجراءات الأمن والرقابة ضرورية هنا. عندنا هنا سكون أبل أن كونتينر où on met les bagages des passagers quand il s'agit d'un gros porteur. بعد إتمام ملء الأمتعة في هذه الحاويات يتم تشميعها وتسجيلها ثم نقلها إلى وجهتها الأخيرة بالطائرة. هاو لو كونتينر معمر بلي باجاج لاجون دو سيكوريتي تاعنا يغلق لو كونتينر بار ان سيلي دو سيكوريتي يقعد الأمتعة تقعد مؤمنة. Donc le conteneur hada on va le convoyer jusqu'au pied de l'avion. عملية النقل تتم تحت مراقبة كبيرة لأعوان الأمن الداخلي في المطار. في هذا الوقت يصل أغلب المسافرين إلى الطابق العلوي للركوب. شكون هو المسؤول ديال الفول؟ جمال المسؤول الأول على محطة الركوب هنا بمطار هواري بومدين، يعمل بشركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ 37 سنة. خبرته الكبيرة تؤهله ليقود فريقا يتكون من 40 عنصرا. عندنا الأول عام ولا الأول دو هذايا، اي شاك أول إلى براتيكمون 6 بورت هكذاك. سولون لو فوليوم شاك جورني عندنا طون دو فول. Donc كاين ان ديسباتشينغ اللي نديروه ان بريفينغ افون دو دونتامي لا جورني. Donc en fonction des vols et en fonction de ce qu'il nous faut comme personnel, parce que c'est le personnel عندنا في الانستريمون et un personnel qui est affecté aux embarquements. نورا واش حبيت نقول لك؟ قبل الركوب يتفقد القوائم، في بعض الأحيان يتأخر بعض المسافرين عن الطائرة. أي معلومة لازم تكون عندنا، لازم نعلموا المسافر على كل إجراءات اللي لازم، ولا فيه تأخير ولا فيه لازم يكونوا في المسافر، وكاين لازم لا جيستيون دو بيرسونيل أوسي. Et tout ce qui concerne les embarquements. Parce que le hall اللي راك تشوف فيه هنايا il y a 6 portes. N'importe quelle compagnie تنجم تخدم في هذا الباب ولا في هذا لي جيت كيما نقولوا احنا لي جيت. ولا يعطيونا selon la disponibilité des satellites, selon وين يعطيونا وين تكون الطيارة تاع Air Algérie. كله يتبعوا باش هكذاك نديباركيو لي باساجير. موجود في كل مكان ويجمع المعلومات من المحطات التي لا يمكنه الوصول إليها. جولييت بابا راهو في اللارج ما راحين يتركتيوه. يسخا ويسكي 6 دونك افيش لو لا بورت 21 اي ليكيباج اي ترانزيت من جولييت مايكا. اه دونك يفا با تاردي. ما عندناش وقت كبير باش تما لازم نسيبوا الحل في هذوك الظروف والوقت دي فوا ضيق. على حسب الرحلة تاعو اللي لازم يقضى، لازم نسيبو نديرو له الحل ولازم نشوفو واش الحاجة اللي المسافر ما يتعبش ولازم يكمل الرحلة تاعو في أحسن ظروف. تفضل تفضل. راحة زبائن مؤسسته هدفه الأسمى. شحال قعدوا من الباساج؟ الوقوف وين المسافر لازم يكون مرتاح، المسافر لازم يكون عنده يحس روحه في
اسمها رايح مسافر لازم نوفروا له كاع الامور اللي لازمه باش يكون في راحه وفي الان وصلت هذه الحاويه سيتم شحنها في الطائره. انا رانا نشوفوا ان كونتينر للحق باش نطلعوه في الطياره وعندنا رجل امن يطلع مع الكونتينر الطياره باش يكونتروليها باش يكونترولي الطياره داخل لاسوت يشوفها باللي راهي فارغه والامتعه تاع المسافر تروح بامان الى مثلا. الاعوان تاعنا يروحوا من طائره لطائره من اجل قيام عمل حمايه الطائرات وحمايه الامتعه وحمايه فوق ارضيه المطار بما انها ارضيه مشتركه ما بين مختلف الخطوط الجويه المتعدده فهي تحت حمايه الشرطه عموما. في الطابق العلوي يوشك مضيفو الطيران على اتمام الرحله، لم يتبقى الكثير على الانطلاق. شارل دوغول راهي في على حساب الوقت الرحله تمشي على في على 4 ساعات لازم نغلقوا هذه الرحله راهي تكمل في لومبرك تاعها ولا يرجي شحال بقاو اي اوكي صح اخويا صح دوك نشوفوا عدد المسافرين شحال غلقنا هذه الرحله في التسجيل ونعرفوا على حساب الوقت على الاقلاع نشوفوا ولا مازال ما يقصونا قال 10 20 نزيدوا اشاك فون نديروا لهم دي زابيل كاين الناس اللي راهي في المقهى ولا راهي في المحلات هذوما ولا يقديو دونك نديروا لهم باش pour faire le, on fait le nécessaire que le vol parte à l'heure. بعد إتمام الإجراءات والمرور على الجهاز الكاشف الثالث الموجود على الأبواب، يتوجه المسافرون إلى الرواق المتحرك. معاينة أخيرة لعناصر الشرطة، ثم يستقلون الطائرة مباشرة. إنها طائرة الإيرباص 330 الجديدة، بعد لحظات سيتم غلق الأبواب وسحب الرواق المتحرك من الطائرة. بعد تحريرها يتم إخراجها إلى أرضية المطار ستأخذ مسارها للإقلاع. انطلقت هذه الرحلة في ظروف جيدة وبعد نحو 2 ساعة من الآن ستحط في مطار شارل دوغول بالجهة المقابلة لتبقى الطائرة أأمن وأسرع وسيلة نقل وصل إليها الإنسان في العصر الحديث.